مسهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من صوت الجمهور، نتكلم عن مباراة الهلال والنصر، هذه المباراة الرائعة والأكثر من رائعة. الأخوان طلبوا جزء ثاني وما نقدر نردهم، وقلنا لهم غالين والطلب رخيص. مسهم حيهم. مليون حياكم الله. ندخل جامد كالعادة، ناخذ الاتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مرحبا يا أخوي خالد. وش تحديتك عليه البارح؟ ذكرني البارح وش تحديتك عليه ستار؟ ذكرني يا تاج راسي، مكلم أكثر من 200 واحد والله من أمس لليوم. موسى مريقة ما قلت لي يبدع البارح؟ موجودة الحلقة عموما في اليوتيوب في كل الأحوال، وما شاء الله عليك تفهم في الكورة. كيف شفت المباراة بشكل عام اليوم؟ تعرف أنا أهلاوي محايد، ولا شكلك ناسيني أنت؟ لا لا لا، أذكرك أبو نملة، فزت عليك وخليتك تطلع لي نملة، كيف أنساك؟ أيوة صح. كيف شفت المباراة؟ والله أنا انقهرت على إصابة مريقة، بس الطرد مستحق أم غير مستحق؟ مستحق مليون بالمرة. مليون بالمية مش بالمرة. طيب لو ما كان هناك حالة ما عليك، أنا حاقد على النصر بس. لا لا، النصر حبايب والهلال حبايب، كلهم حبايب. لو لم يكن هناك طرد لتغيرت نتيجة المباراة؟ لزادت النتيجة. لزادت النتيجة، رأيك من رأي خالد. بيريرا وتاليسكا كيف كانوا اليوم في المباراة؟ والله بيريرا يا ابن الحلال في تاليسكا ما معاه احد، ما حد يسانده، يلعب الحاله في الملعب. بيريرا ما في احد يلعب معه، وانتو يفهم لعبه ويفهم لعبه الثاني. كيف شفت حمد الله اليوم؟ حمد الله والله المفروض انه ما دخله في المباراه كلها، ما قدم شيء من وجهه نظرك. ما الحين انت اخر الدقائق وتضرب الكره مقصيه في اخر الدقائق وفريقك محتاج لك، المفروض تاخذ الكره وتعدي فيها وتناول خويك ولا تسدد ولا تشوف له طريقه. طيب هل سيحرز الهلال لقب اسيا؟ الهلال ما هو انا قيمه، ولا الهلال مقيم نفسه بنفسه. هل سيحرز لقب اسيا ام لا؟ بإذن الله سيحرز لقب آسيا عن جدارة بإذن الله. بإذن الله يا خالد، وسعيد جدا بسماع صوتك، الله يحفظك ويطول بعمرك. يا مرحبا يا خالد. ناخذ الاتصال اللي بعده يا حبايبنا الغالين. مسهم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا فهد. ألف 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 مبروك، الله يبارك فيك. ذكرني وين تشجع فهد، دائما انسى. انا اشجع الاهلي. انت تشجع الاهلي، كيف شفت المباراه اليوم؟ والله مباراه جميله صراحه، بس ما ذاك التطلعات اللي اخذها الزخف الاعلامي والزخف الكبير، وانها كانها مباراه تقام كل 100 سنه، مباراه عاديه يعني. لماذا خسر النصر ولماذا فاز الهلال؟ والله النصر ما اعتبره خسر يعني، قدم مباراه جميله، حظ الهلال كالعادة يعني. الهلال خذها بالحظ يعني وليس بتكتيك. والله شوف يعني مباراة الهلال دائما يعني يكون الطابع الحظ يلعب دور صراحة. أوكي. لا قارن يعني مباراة النصر. تقييمك لتاليسكا في مباراة اليوم؟ والله شوف مباراة أخذ الشد والحذر والتوتر من اللعيبة كاملين، حتى النصراويين شوف ما هيئوهم صح، التهيئة مي ذاك الزود يعني. الهلال هيئوه الأقوى فنيا وعناصر النصر، الهلال يعني من غير الحظ يعني، برضه عندك الجانب النفسي، التحضير النفسي ممتاز يعني. طيب كيف شفت حمد الله اليوم؟ حمد الله خلاص، حمد الله والسومة أخذوا فرصتهم في الدوري السعودي، أعطيك من النهاية. أوكي. هل اللي بيصبر لا لا، اللي بيصبر على حمد الله وعلى السومة يضيع مثل هذه البطولات وأكثر.
اعطيك كم النهائي. طيب هل سيحرز الهلال لقب اسيا؟ ان شاء الله ان شاء الله يحرزه. الله يعني يسعدك يا فهد. هم الاثنين النصر والهلال هم الاقوى في اسيا. الله يسعدك وسعيد جدا يعني سمع صوتك يا فهد. ابد 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 الله يحييك وحنا قلوبنا مع الهلال وان شاء الله يجيب لنا سويه باذن الله. والف الف مبروك للهلاليين. يستاهلون يستاهلون. تسلم طال عمرك. ناخذ الاتصال اللي بعده. مسهم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه. الاسم الكريم. تركي. تركي معك. ونعم يا تركي. وين تشجع؟ النصر. النصر. كيف شفت المباراه اليوم ولماذا خسر النصر؟ والله شوف يا اخوي طارق، المباراه منتظره، مباراه على قولهم كسر عظم، مباراه يعني ما كان تلاقي هلالي او نصراوي يتوقع نتيجتها ابدا. والدليل قبل المباراه بيومين ما في تصريحات، ما في على قولهم هياط، ما في الامور هذه كلها. في بدت المباراه زي المباراة اللي زي اليوم، تعتمد على الأخطاء بسيطة تفرق مع نادي لنادي. النصر خسر بأخطاء من لاعبينا، التهيئة، المستوى، كل الفريقين أوفوا الشروط صراحة. لكن الغلط المصارع لجامي داخل في وقت مبكر وشوط أول داخل لاعب كاراتيه ما ادري ايش، الله يهدي بس ويسامح. الطرد مستحق ام غير مستحق؟ لا 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 مستحق. مستحق, مستحق. كيف شفت حمد الله اليوم؟ يعني لو جت على الركبه مضبوط يعني راه طار لاعب الهلال. كيف شفت حمد الله اليوم؟ حمد الله حاول لكن مو في يومه. حمد الله حاول لكن مو في يومه وضيع كثير صراحه. عرفت تاليسكا. تاليسكا ابدع صراحه، زي لكن زي ما قال الاخ اللي قبل شوي يعني ما فيه أحد يستلم منه كورة صح. وهذه هي المباراة طال عمرك، ونقول مبروك والله لإخواننا الهلاليين يستاهلون. وهارد لك هارد لك، يعني النصر فريق كبير خاصة بداية الشوط الثاني بعد الطرد. قلتها أنا ما حسيت إنه كان في طرد لغاية ما تعادل تاليسكا، وفي النهاية النتيجة 2-1 مش 7-8 يعني. فهارد لك. آخر سؤال بسألك إياه، هل سيحرز الهلال لقب آسيا؟ والله احتمال بنسبة 70% يحقق. الله يسعد قلبك يا سيدي وسعيد جدا بسماع صوتك. حياك الله. الله يحفظك يا الغالي. الله يحفظك. ناخذ الاتصال اللي بعده. يطولين العمر والسلامة. مسهم. صباح الخير. صباح النور والسرور. الاسم الكريم. أبارك لكل الهلاليين وجودي. حقرتني. أوكي مش ضروري الاسم، وين تشجعين بس؟ الهلال أكيد. الهلال مبروك. تفضلي كيف شفتي المباراة اليوم؟ مباراة أعصاب بصراحة. تحسين أبا أعرف فرحة الوصول للنهائي كيف كانت بالنسبة لك؟ شوف بصراحة أنا كنت ضايقة من قرار التعليم عن بعد، بس الهلال مرة يعني ونسنا. طيب أنا ما أدري هل تفهمين في الكورة كثير ولا بس تتابعين من بعيد لبعيد؟ اللي أتابع مباريات الهلال بس. ممتاز. كيف شفتي بيريرا في مباراة اليوم؟ شوف أنا ضيع بين بيريرا وبينيغا. بيريرا اللي كان في الدوري الإنجليزي البرازيلي الأسمراني اللي ب15 مليون. لا ما كان كويس. ما كان كويس. الهلال بشكل عام ما كان يعني في مستوى بصراحة. طيب هل تعتقدين بعد تجاوز النصر الهلال سيحرز بطولة آسيا؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يسعد قلبك وسعيد جدا بسماع صوتك ومبروكين مرة ثانية. شكرا. الله يحفظك يا رب العالمين. وناخذ الاتصال اللي بعده. مسهم. السلام عليكم طارق. عليكم السلام والرحمة. الاسم الكريم. اسمي رايد من سرى ظافر. ونعم مليون يا رايد. وين تشجع؟ مالك زود. اتحادي. اتحادي. كيف شفت مباراة النصر والهلال اليوم؟ والله مباراة حلوة صراحة، بس مو باللي متوقع فيها ان تجي حماس. صوتك بعيد يا قلبي، صوتك بعيد. انا اقول مباراة حلوة بس ما توقعنا انها تصير افضل من كذا. توقعت الطرد مستحق؟
نعم. لماذا خسر النصر ولماذا فاز الهلال؟ خسر النصر الدفاع، خاصة الدفاع والحارس. الحارس والله العظيم ما أدري كيف إلى الآن مستمر في النصر. كيف غريب شفت النصر، إلى النصر إلى الآن ما وقع مع حارس أجنبي. حمد الله في مباراة اليوم؟ والله سيء، تاليسكا، ممتاز بس ما معاه أحد. بيريرا، عادي بس مو بالقيمة اللي، مو بالقيمة اللي جايبين بها. يعني أنا جاي من دوري إنجليزي وما توقعنا كذا والله صراحة. أكثر شيء عجبك في المباراة وأكثر شيء ما عجبك في المباراة؟ أكثر شيء عجبني مباراة عن الاتحاد هنا، التعادل حق النصر. كنا أنا أبي الحماس، لأني أنا لا ذا ولا ذا، أنا أبي الحماس. بس أسوأ شيء ما عجبك في المباراة؟ أسوأ الهدف الثاني، خلصت الحج. المباراة خلاص، خلصت الله يسعد قلبك. هل سيحرز الهلال لقب آسيا؟ والله. إذا أولسان راح، أولسان إذا النهائي والله ممكن ترى، لأن أولسان فاز على الهلال 2014، ما ادري قبل فاز على الهلال بين ارضه اذكر انا. الله يسعد قلبك يا رايد، وسعيد جدا بسماع صوتك. الله يسعد قلبك. الله يحفظك يا سيدي. واخيرا اتحاد، واخيرا اتحاد رجع الى اسيا. عط عمرك العافيه، للسنه الجايه بنسولف ان شاء الله تعالى. فهم الله. حياك الله يا رايد حبيبي، حياك الله. ناخذ اللي بعده يا طويل العمر والسلامه. مرحبا. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة، اسمك الكريم. بسام أحمد عبد الله طهلان أشيري. ما اسمعك. بسام أحمد عبد الله. بسام ونعم مليون، وين تشجع يا بسام؟ أشجع في الدوري السعودي. وين؟ أي فريق؟ في النصر تحديدا. أنا بتكلم عن نقطة، يعني آسف للهلاليين، بس يا هلالي اسمع يا هلالي، أنا من يوم عام 1930 لعام 1900، ومن عام 1904 و410، أوكي؟ أنا لعبت معك 44 مواجهة. لا لا، احنا بس ما نحسبها عن المواجهات، أنا بعرف منك بسام، كونك نصراوي ليش خسر النصر اليوم؟ ليش ما فاز في المباراة؟ أنا أتكلم شوية بس عشان يركز وما ياخذ الحجم لا، بشكل. انتوا احسن من النصر، انتوا اكبر من الهلال، وانتوا افضل من الهلال، وانتوا ابطال اسيا، وانتوا كل حاجه. النصر اليوم ليش خسر؟ النصر اليوم من خبث مدرب الهلال، خبيث مدرب ذكي مش خبير. مدرب. لا ما لي، لا تقول لي هالمصطلحات. تكتيك، قول تكتيك مدرب الهلال. تكتيك في ذكاء لا يعلم بل الله. اوكي، تفوق على مدرب النصر يعني من وجهة نظرك؟ بكثير. الطرد كان مستحق؟ 100%. حمد الله كيف شفته؟ حمد الله سيء. تاليسكا؟ تاليسكا يمكن إذا ركب معه واحد شيء حلو. طيب، أفضل لاعب شفته في النصر اليوم وأكثر لاعب ما عجبك في النصر؟ أكثر لاعب ما عجبني في النصر اللي هو مادو، أكثر لاعب عجبني في النصر شو اسمه مشاري. اوكي، وهل سيحرز الهلال لقب آسيا؟ والله أتوقع أن الدرب مفتوح للهلال. الله يسعد قلبك يا بسام، وسعيد جدا بسماع صوتك يا اخوي. الله يحفظك. الله الله يحفظك. يحفظك يا تاج الراس، يا مرحبا يا سيدي، يا مرحبا بك. الله يحفظك. ناخذ الاتصال اللي بعده يا طويلين العمر. ألو مرحبا، ألو، أهلا وسهلا، اسمك؟ نواف. نواف، نواف الاتحادي ولا غيره؟ مين؟ وين تشجع؟ الهلال. الهلال، كيف كان شعورك؟ مبسوط إن الهلال فاز اليوم؟ كم أيوة عمرك يا نواف؟ 6. يا حبيبي، أنت لما تكبر تصير لاعب في الهلال إن شاء الله؟ إيه. يا عمري عليك الله يحفظك. مين أكثر لاعب تحبه في الهلال؟ سالم الدوسري. يا سلام، شفت لما سجل الهدف؟ ايه وش سوى بعد ما سجل الهدف؟ شفت الحركة؟ غلط. غلط غلط، الله يسعدك يا حبيبي. طيب خليني أقول لك، بما أن أنت يا نواف أكثر واحد أنا حبيته من كل اللي اتصلوا، وانت اكثر واحد فاهم في الكوره ما شاء الله عليك، تتوقع الهلال ياخذ كاس اسيا؟
عادي أقول لك شيء؟ قول لي شيئين يا حبيبي، تفضل. عيد الجواب. عيد السؤال يا أخوي، أنت بتقول لي الجواب. الحين الهلال تأهل للمباراة النهائية صح؟ اللي يفوز في المباراة النهائية بياخذ الكاس. تتوقع الهلال ياخذ الكاس؟ لا. أفا ليش؟ ناخذ الاتصال اللي بعده. مسهم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، الاسم الكريم. معك عبد الهادي القحطاني. والله ومليون نعم، وين تشجع طال عمرك؟ أنا اتحادي طال عمرك. كيف شفت مباراة الهلال والنصر اليوم؟ والله أنا مبسوط أكثر من الهلاليين. أنا والسبب؟ يستاهل الهلال صراحة. في اليوم الهلال ما قدم ترى ولا 100% ولا 90% من مستواه، إلا فاضل شخصيته الهلال. بطلع من النصر شوي بس عن النصر تحديدا، ها بقول بس خل الصيف النصر ينفعك الحين. رايح تسابق الاتحاد على انسلمو وناسي وليد عبد الله ورا، رايح تسابق الاتحاد على ابو بكر وجالس في الدكه وناسي الظهير الايسر ورا. شفت اليوم كيف الهلال؟ الهلال ما دخل في السوق قوي، بريرة بس. شوف الهلال وين، الهلال وينك يا نصراوي؟ احب ابارك الهلال. يستاهلون كلهم، وهارد لك للنصر. الطرد مستحق ام غير مستحق؟ مستحق 100%، ما يبي لها واحد اثنين. اكثر شيء عجبك في المباراه واكثر شيء ما عجبك في المباراه؟ اكثر شيء عجبني في المباراه صراحه التنظيم الدفاعي للهلال، ما شاء الله. ما توقعت الهلال، كنت اتوقع مستوى الدفاع الهلال بيكون سيء. الكوري اليوم في يوم البلاي، تنظيم الدفاعي صراحه بطل في الهلال اليوم. واكثر شيء ما عجبني في المباراه صراحه تدخل عنيف من اللاجامي، يعني كان يكون اقل شيء بعيد عن الكوره، اخلاق رياضي يعني. لو بس ما 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 اتوقع يقصد، اكيد ما يقصد يعني. حمد الله كيف شفت اليوم؟ حمد الله مفروض في الدكه، ابو بكر عندك وتلعب حمد الله سيء مره. حمد الله من زمان مو من الحين. تاليسكا والله كويس، تاليسكا افضل من لعب في النصر صراحه، بس ما على قولته ما مع الفريق اليوم، مو مع كلهم في المود. بيريرا سيء جدا، مو في مستوى صراحه. هو كاسم كبير بس في الملعب ما، لا الحين ما شفنا شيء، ممكن ما بعد دخل الجو، ما ادري والله. اتفق معك، انا لا شفته في الدوري ولا شفته في اسيا، وعلى قولتك ما دخل في الجو، ينتظر لنهايه بطوله طيب. اسيا ونهايه الدوري عشان يستقر الجو. معلش طرق بسالك، انت اماراتي شو رايك بكورنادو؟ لعيب اكبر من اني امدحه، الافضل. في مشكله واحده، كورنادو يعطيك شوط ثاني مره، ما ادري لياقيا ما ادري، يعطيك شوط ولا افضل لاعب في الملعب، شوط ثاني يختفي تماما. والله تبغي الصدق، كثر الله خيره على اللي قاعد يقدمه، خله على هالمستوى راضي. الله يتم يا رب، وان شاء الله ان شاء الله. انا كاتحادي صراحه عشان اسم السعوديه وكذا، اتمنى الهلال يكون بطل اسيا صراحه. الامنيه كلنا نتمنى، ما في شك. هل تتوقع الاماني ما نشك ان الكل يتمنى ان الهلال يفوز، هل تتوقع الهلال ياخذ اسيا؟ صراحه لا ما اتوقع صراحه. الله يسعد قلبك يا تاج راسي. على كثر ما شاء الله تبارك الله. بالنسبه لي والله شوف، بالنسبه لي على كثر الهلال قاعد يقدم من 2014 لا الحين، 4 دوري، 3 نهائيات آسيوية، لقب اسيوي، 2 سوبر، قسم بالله جيل احب اقول له الف شكرا، ويحظ الهلاليين في ذا الجيل، يقدر يرفع راس الهلالي ولا يخاف من اي خصم. كل العالم متوقع اليوم فوز النصر. الهلال رغم غياب ياسر الشهراني، رغم اختيار المحترفين، شوف ما استفاد من المحترفين الاربعه ترى تمام الهلال، وشوف الهلال وش يسوي، نادي كبير. اتفق معك، الاغلبيه حتى انا وانا هلالي كنت اتوقع فوز النصر، كلامك صحيح. لكن على الطاري ودام انك اتحادي، مواجهه الاتحاد والهلال توقع النتيجه كم؟ شوف الموسم اللي طاف ما في نادي كبير قدر يفوز على الاتحاد، الموسم هذا انا متفائل، لعبت مع النصر وهزمته، ولعبت مع الاهلي وهزمته، ويوم الجمعه خذها مني انا بكلمك 3-0 للاتحاد ان شاء الله. الهلال صراحه ان شاء الله، الهلال صراحه بدت الانديه هو النادي الوحيد اللي اخاف منه، النادي الوحيد اللي اخاف منه. لكن اذا تعديت الهلال الدور الاول خذها مني بالفم المليان، الاتحاد اذا ما كان بطل الدوري بيكون ثاني الدوري ان شاء الله. اتمنى الاتحاد يرجع البطولات صراحه. وشكرا لكم يا زعماء، شكرا لكم، فوزكم اليوم رجعتونا البطوله الاسيويه، ان شاء الله بعد شهر القرعه، وان شاء الله الاتحاد يلعب الملحق ويتاهل ان شاء الله باذن الله تعالى. تسلم يا سيدي، وسعيد جدا بسمع صوتك. الله يحفظك. الحين اسوي لك اضافه، ترى اول مره اشوف البرنامج، يعطيك العافيه. تشرف يا تاج راسي، والله تشرف. والله والله مو مجامله لك، انه افضل من برامج على قنوات كبيره. تعرف ليش؟
ما شاء الله اسلوبك. لا 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 لا, لا. كلهم خير وبركه. لا 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 مو مو تقليل. لا لا في سبب, في سبب والله في سبب. السبب قبول الانسان, قبول من الله سبحانه. لا لا السبب اني مش محسوب على حد, اقول رايي بكل محبه يعني لا اكثر ولا اقل. شوف حتى ابتسامتك في الشاشه ومع الصغير ومع الكبير يعني صراحه اكبر من برامج وقنوات كبيره, ويعطيك العافيه. ولا تقليل منك بالكلام هذا, اني اقول لك اكبر, انت اكبر منهم ان شاء الله, لكن اتكلم كاسلوب واخلاق. خادمك واخوك يا حبيبي, خادمك واخوك يا تاجر. واتمنى تخصص شو اسمه حلقه الاتحادين, مو بلازم تكون مباراه, مو بلازم تكون مباراه يعني تم. تناقش الاتحاد واحوال ورجعه اسيا. يعطيك العافيه, واسف على التاخير, وشكرا لكم بالتوفيق. مرحبا, الله يحفظك يا الغالي, الله يحفظك. هذا كان اخر اتصال في هذه الحلقه مشاهدين الكرام, هذا الجزء الثاني. طبعا شفتوا الجزء الاول, اذا نفس الحكايه, اذا الحبايب, اذا الاخوان, اذا الغالين طلبوا ان نستمر بجزء ثالث, راح استمر الان مباشره باذن الله تعالى. وفعلا اتفق مع اخوي الاتحادي اللي كان قبل شوي, من حكم اني اخذ توقعات الناس واعرضها في اليوتيوب, الاغلبيه بما فيهم هلاليين كثيرين وانا واحد منهم, كنا نتوقع فوز النصر الصراحه. لكن على كلام اخوي الاتحادي يبقى الهلال خبير اسيا, يبقى الهلال كبير اسيا, ويبقى الهلال صاحب اكثر بطولات في اسيا. الحب والتقدير والاحترام لكم جميعا, اشوفكم على خير.